احتفلت الكنيسة الأرثوذكسية بعيد العنصرة، وبهذه المناسبة ترأس سيادة المطران كريستوفوروس عطلة خدمة القداس الإلهي في كنيسة الروح القدس بعجلون. وأوضح سيادته خلال عظة القداس أنه في هذا اليوم المميز، وبالتحديد قبل 2000 عام، كانت بداية زمن الكنيسة التي أسسها المسيح، وعلينا أن نطلب من الروح القدس أن ينعم علينا نعمة المشورة الصالحة لحياتنا. وشارك في الخدمة عدد من الآباء الكهنة والشمامسة بحضور جمع من المؤمنين. اليوم بعيد العنصرة حل الروح القدس على التلاميذ، فتكلموا بألسن، كل واحد من عديد من الجنسيات كان يسمع وعظة الرسول بطرس بلغته الخاصة، وهيك قدروا إنهم يؤمنوا بالمسيح من خلال الوعظ اللي تم بالروح القدس من خلال الرسول بطرس. اليوم انولدت الكنيسة، هاي الكنيسة المقدسة اللي انولدت من على الجلجلة، لا بل هي مولودة منذ الأزل، لأنه إلهنا الواحد المثلث الأقانيم هو موجود قبل الدهور منذ الأزل. الكنيسة هي موجودة بوجود الله الأزلي والأبدي، ولكن الكنيسة ظهرت للعالم بتجسد الإله الكلمة الرب المخلص يسوع المسيح. واليوم بحلول الروح القدس الأقنوم الثالث على التلاميذ، الكنيسة بتتأسس حتى تقدر إنها تبحر في العالم وتكون شاهدة للإله المتجسد، للإله الواحد المثلث الأقانيم، وهي تكرز الحق المعلن من السماء بيسوع المسيح الإله المتجسد.